الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم المساعدات للمجتمع. وزير الصحة يوجه ببدء تطوير وإعادة تأهيل المستشفيات القديمة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية كمرحلة أولى. وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي ومشروعات الخطة الاستراتيجية لفصل وتجميع مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية دور كافة الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي حقق نتائج كبيرة. وقال الرئيس السيسي خلال انطلاق المؤتمر الأول للعمل الأهلي التنموي أمس إن جهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واضح خلال حصاد هذا العام. وطالب الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإيلاء أهمية خاصة للزراعة في مبادرات التي يطرحها لدعم المجتمع. وأكد الرئيس السيسي أن المبادرات محل تقدير، ولكن دعم الزراعة له أهمية خاصة. وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ببدء تطوير ورفع كفاءة المستشفيات القادمة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية كمرحلة أولى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الأسبوعي مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة. وشدد الوزير على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية. عقد الدكتور وزير الإسكان عاصم الجزار اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمتابعة موقف منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية وموقف مشروعات الخطة الاستراتيجية لفصل وتجميع مياه الأمطار بالمحافظة. وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات تطوير ورفع كفاءة محطة تقنية الغربية وخطوط الانحدار الخاصة بها، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات ذات أولوية عاجلة، وقد حقق تأثرا ملحوظا في التعامل مع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة، وجري استكمال الإجراءات للانتهاء من مشروعات الأولوية الثانية، إضافة إلى استعراض مقترحات تدعيم شبكات الصرف الصحي بحي المقطم.